تاريخنا بادئ من دولة الإمارات العربية المتحدة في إمارة أبو ظبي من حوالي 18 سنة، كانت البداية. اشتغلنا أكثر من 35 مشروع في دولة الإمارات، وحبينا ننقل خبراتنا اللي اكتسبناها هناك في بلد مصر. كان أنسب مكان لينا هي العاصمة الإدارية الجديدة. بدأنا بالمشروع الأولاني تريو في تاور، هو في الداون تاون على مساحة 7000 متر. بعد كده حبينا نزود نسبة استثماراتنا في العاصمة الإدارية. قعدنا نفكر كتير واخترنا أنسب مكان منطقة سي بي دي أو منطقة الأعمال المركزية، دبل تو تاور على مساحة 9000 متر. كان يهمنا جدا من نقل خبراتنا بدولة الإمارات العربية إن إحنا بنستعين بشركاء نجاح. اخترنا شركة معمار الاستشارات الهندسية، مقرها الأساسي طبعا في دبي، لهم فرع في مصر هنا بس مقرهم الأساسي دبي. بعد كده اخترنا شركة تايم لإدارة الفنادق والشقق الفندقية. شركة تايم هي من التوب 10 على مستوى العالم في إدارة الشقق الفندقية. تم اختيار كمان شركة EFS لإدارة المرافق والخدمات الخاصة بالإداري والمحلات التجارية في مشروعنا دبل تو تاور. احنا شغالين في مشروع تريو في تاور ودبل تو تاور في الكونستراكشن حاليا. احنا بنسابق الزمن عشان نقدر نسلم كل عملائنا في المواعيد المحددة وقبليها كمان إن شاء الله. وعندنا فيجن في 23، وعندنا خطط مستقبلية كتيرة جاية إن شاء الله هنعلن عنها في أول 23، وهتكون مفاجأة لكل عملاء شركة نخيل للتطوير العقاري. لما بنتكلم عن شركة نخيل للتطوير العقاري يبقى بنتكلم عن ملاءة مالية كبيرة ومحفظة مالية واستثمارية كبيرة، مما يشير إلى قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها سواء كانت قصيرة أو طويلة الأجل، وده بيعكس حجم السيولة النقدية والتدفقات النقدية للشركة خلال سنوات تنفيذ مشروعاتها. طبعا احنا عندنا أهداف توسعية مستقبلية بنقوم الآن بدراستها والمفاضلة بينها بين أكثر من مشروع داخل جمهورية مصر العربية، سواء في العالمين الجديدة أو القاهرة الجديدة، أو إضافة إلى مشروعاتنا داخل العاصمة الإدارية الجديدة. أي مشروع ناجح بيبقى ليه عدة عوامل أهمها البارتنر، علشان كده احنا اخترنا شركة معمار كاستشاري هندسي، EFS Facility Management، تايم لإدارة الوحدات الفندقية، علشان كده احنا من أنجح المشاريع اللي موجودة في العاصمة الإدارية الجديدة.